أيضا سماحة الشيخ ورد مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم الأناشيد الإسلامية. الحمد لله الأناشيد الإسلامية ما عرفت في السابق أنها تتخذ على هذا النمط، ترتيب جماعات إنشادية وأصوات رخيمة وتكسير للكلمات من أجل الطرب، طراب السامعين، هذا ما عرف أبداً إلا عند الصوفية الذين يعتبرون الأناشيد من العبادة، أو عند الحزبيين وأصحاب الجماعات الذين يدعون إلى جماعاتهم بهذه الأناشيد. نعم.